ليه في وسط الكومنتات الاقي كومنت مكتوب لي حد بيسالني هو انتي مرتبطه؟ يعني مفروض فيديو اللي بيتفرج عليه طلاب تالتة ثانوي، ليه الاقي حد كاتب لي كومنت هو انتي مرتبطه؟ انا عايز اعرف ايه علاقه ده بده ان انا الاقي وسط الكومنتات حد كاتب لي كومنت هو انتي مرتبطه؟ نعم، معلش الديرست بينظف نفسه، معلش بيستحمى ديرست دلوقتي، معلش الديرست انا استحمى تتشطف احنا هنصور. يعني انت عايز تعرف الحاله الاجتماعيه؟ يعني مش فاهمه بجد، يعني مش فاهمه بجد. بونجور، اهلا بيكم في فيديو، اهلا بيكم مره تانية. الحاله الاجتماعيه اسمها ليتا سيفيل، ايتا سيفيل الحاله الاجتماعيه او ستاتيو بيرسونيل. بعض الدول هتلاقيها كاتبه ايتا سيفيل وبعض الدول هتلاقيها كاتبه ستاتيو بيرسونيل، يعني الحاله الاجتماعيه. من الاخر انت وضعك ايه؟ اعزب، متجوز، خاطب، انت وضعك ايه في حالتك الاجتماعيه ايه؟ تعالوا نشوف كل حاله اسمها ايه. بعد فيديو الفالنتاين مفروض نتكلم عن الموضوع ده بجد، يعني لان في بعد الفالنتاين الحالات الاجتماعيه كتير بتبان. المخطوبين اتجوزوا، ممكن اللي مخطوبين فركشوا، ممكن الاعزب راح خطب حد. اعزب اسمه سيليباتير، اعزب اسمه سيليباتير، 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 حد اعزب. برضو في المؤنث في الفيمينا سيليباتير ونطق مش هيتغير، يبقى كالكان سيليباتير يعني حد اعزب، سيليباتير يعني اعزب. احط ازاي الكلمه في جمله؟ هقول جو سوي سيليباتير. كل الحالات الاجتماعيه اللي احنا هناخدها النهارده بتاخد لو فيرب être. اهميه لو فيرب être هنا، كل الحالات الاجتماعيه استخدم معاها لو فيرب être مش لو فيرب avoir. تمام، نعيما يا حبيبي. تمام، فهقول لو انا سيليباتير هقول je suis célibataire، je suis célibataire زي ما هي مكتوبه كده. تمام، اعزب. بعد كده راح خطب، هيبقى ايه؟ فيونسي، فيونسي. واحد خاطب هنقول عليه فيونسي، واحدة مخطوبة هنقول عليها فيونسي برضو، وزود لأ بدون تغيير نطق الكلمة. تمام، يبقى فيونسي، جو سوي فيونسي، الي فيونسي، الي فيونسي. تمام، لو فيرب اتر، جو سوي. تصريف الverb être سريعا، je suis, tu es, il est, nous sommes, vous êtes, ils sont. تمام، طيب تعالوا نشوف الحالة الاجتماعية الثالثة. شفنا اعزب، شفنا خاطب، هنشوف بقى بعد الخطوبة في جواز ازاي. متجوز، متجوزة، marié marié marié، il est marié، elle est mariée، وزود le هو متجوز، هي متجوزة. الحالة الاجتماعية marié. تمام، ماريه. نروح بقى للحالة الاجتماعية اللي بعد كده، اتطلقوا، محكمة الأسرة، اتطلقوا. بقوا ايه؟ بقوا ديفورسي، 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 ديفورسي. إلي ديفورسي هو مطلق، إلي ديفورسي هي مطلقة. الحالة المؤسفة في الموضوع ان هو يموت او هي تموت، هو يترمل او هي تترمل. فلما هي تموت وتتكل على الله هيبقى هو ارمل، يبقى اسمه ايه؟ اسمه فاف، فاف. تمام، فاف هو ارمل، فاف هي ارملة، جوزها مات، يبقى لي فاف، فاف، فاف. تمام، زي ما هي مكتوبة بالظبط، هو فاف وهي فاف، أرمل وأرملة. طيب في حالة بعيدة عن كل دول، منفصلين، ما حصلش ما بينهم لا طلاق ولا أي حاجة، ممكن يكونوا مخطوبين وانفصلوا، متجوزين وانفصلوا، بس حصل انفصال. زي نقول منفصلين هنقول سيباري، سيباري منفصل، سيباري، وزود لها برضو الأ. يبقى الحالات الاجتماعية لستاتيو بيرسونيل أو لتا سيفيل هي سيليباتير أعزب، فيونسي انجيجد، فيونسي خاطب، ماريه ماريه متجوز او متجوزه. بعد كده ديفورسي،
متطلق أو متطلقة. divorcé divorcé. بعد كده عندنا veuve أو veuf، أرملة أو أرملة. وفي حالة من دول اسمها séparé، انفصلوا. séparé séparé séparé. تمام؟ وبس كده يا حلوين، ده كان فيديو سريع عن الحالة الاجتماعية لستاتيو سيفيل، عشان لازم تعرف تتكلم وتقول تعبر عن نفسك. مرسي جدا لمتابعتك، اوعى تنسى اللايك، تطلع ما تعمل لي لايك. مرسي جدا ان انت شفت الفيديو السريع ده، اتمنى اكون زودت لك فوكابيولار جديد وتكون استفدت وانبسطت. اوعى تنسى اللايك، اوعى تطلع ما تعمل لي لايك، شجعني، اكتب لي كومنتس ان انت عرفت حالتك الاجتماعية في المجتمع. تطلع ما تعمل لي لايك، اوعى تطلع ما تعمل لايك. لو انت مهتم بمحتوى تعليم فرنش باسلوب شيق وجميل، اعملي سبسكرايب وفعل زر الجرس. ان شاء الله تلاقي فيديوهات حلوه كتير في قناتي. طلاب تالتة ثانوي بسلم عليكم، اعملي سبسكرايب، اعملي لايك، اعملي كومنت. لو انت مهتم بتعلم اللغه الفرنسيه من الصفر وعايز تتعلم نطق الكلمات بشكل صح وتقسم الكلمة مقاطع عشان تجيب النطق بشكل صح وسليم، ادخل على البلاي ليست بتاعت القناة، هسيبها لك في الاند كارد. كورس فرنساوي من الصفر، من اول حرف خالص، ازاي تنطق الكلمات، ازاي تنطق الحروف بشكل صح. كورس فرنساوي من الصفر، دوس على الاند كارد واتفرج على كورس فرنساوي من الصفر. اعمل لي سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك نوتيفيكيشنز بكل الفيديوهات الجديدة اللي انا بقدمها. مرسي جدا لمتابعتك الحلوة، اشوفكم في الفيديو اللي جاي. ايه قلب خشن.